مستر حمزة هاوس. سيد حمزة، كيف يكون الإيمان مهم في رياضة الملاكمة؟ ليس الجميع يدرك هذه الفكرة. الإيمان في غاية الأهمية. نعم، في غاية الأهمية، حتى في أيام التدريب عندما تستيقظ مبكرا وأن يكون أمامك يوم شاق بتدريبات صعبة. عندما تكون مؤمنا بالله فإن هذا يجعلك أن تواصل حتى اليوم التالي وتستعيد طاقتك وحيويتك وتستغلها في لحظة المباراة، وأنك تخرج كل طاقتك الكامنة حتى تفوز، والنتيجة بالفعل هي القدر. إذن الإيمان في غاية الأهمية. أحد النقاد قالوا لي أنت النجم الصاعد ولكنك بحاجة إلى اللقب. نعم، لا شك في ذلك. هذا القتال وهذا النزال للحصول على اللقب. يمكنني بالفعل أن أشارك في هذا النزال وأن أفوز على خصمي، وإن شاء الله سوف أفوز وبعد ذلك أفوز باللقب. أنت سفير موسم الرياض، ماذا يعني ذلك؟ يعني كل شيء، يعني العالم بأسره بالنسبة لي، يعني أن أمامك الفرصة لأن تعرض قدراتك أمام العالم. كل ما هو في موسم الرياض وكل ما يحدث حتى هذه اللحظة كي تكون سفيرا هي إنجاز كبير للغاية. الجميع سعيد بإنجازاته اليوم، الكثير من أجواء الإثارة والمتعة في هذه الرياضة بعد تدخل معالي المستشار تركي آل الشيخ فيها. نعم، أحدث تغييرا كبيرا في عالم الملاكمة. انظر كيف كانت في الثمانينيات والآن موقفها هو غير كل شيء، غير حتى رياضة كرة القدم. جميع الرياضات وجميع الألعاب أتت إلى الرياض، أحدثت تغيرا مذهلا بظاهرة عالمية. أخبرني ما سيحدث في 21 من سبتمبر. أتمنى أن حمزة شيرازي سوف يفوز باللقب. لا جدال في ذلك، لا شك. هل هذا يمثل ضغطا عليك في اللعب على ملعب ويمبلي؟ لا أقول أنه ضغط، لأنني أؤمن كما ذكرت في سؤالك بأنني شخص مؤمن، وهذا الإيمان لسبب جيد. أنت تصعد على الحلبة وبالفعل أنت تمثل بارقة أمل أمام صغار الشباب. كيف أعددت نفسك؟ هل شيء معين تتبعه؟ أنا فقط أتدرب جيداً وأؤمن بأن فريقاً كاملاً يدعمني، وأتمنى أنني سوف أنجز المهمة على أتم وجه وأفوز إن شاء الله. سوف تلعب أمام ملاكمين إنجليز، كيف سوف يغير من المنافسة؟ هذا سوف يمنحك الفرصة على القتال والنزال أمام حتى الجماهير الإنجليز، ولكن ليس هم فحسب، لأن جميع العالم كله يشاهدك. قواعد اللعبة قد تغيرت. ما هي عادتك في ذلك اليوم؟ أستيقظ في ذلك اليوم مبكرا، أعد فطوري، وبعد ذلك أذهب إلى حلبة الملاكمة رفقة فريقي وأسترح قليلا. الأمر بسيط، لا أحب أن أقابل الكثير من الأشخاص، أحب أن أركز في رؤيتي وهدفي حتى أنهي المهمة. عندما تجد 90,000 شخص يشاهدونك على الحلبة، كيف تستغل نقطة الجماهير؟ لا أعلم، ولكن بالفعل سوف أنظر إلى الجماهير وأنظر إلى هذه الجماهير الغفيرة وأنظر كيف أستخدم هذه الطاقة الهائلة المنبعثة منهم لأن أفوز على خصمي. جزيل الشكر لك. شكرا سيدي، شكرا.